شارك أعضاء وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الجلسة الختامية للمجلس الحاكم على هامش أعمال الجمعية 38 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي. وقد ناقشت الجلسة عددا من التقارير للاجتماعات التخصصية للاتحاد البرلماني الدولي، والتي ناقشت اللجنة فيها تنفيذ استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي للأعوام 2017 إلى 2021، والتي تهدف في المقام الأول إلى بناء برلمان قوية وديمقراطية وتعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان ودعم الشباب ودعم المساواة ومنح المرأة حقوقها والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق الأمن والسلام. واختتمت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي أعمالها باعتماد قرار اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدولي وقرار اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والاقتصاد والتجارة، كما تم اعتماد التعديلات الخاصة بمشاركة البرلمانيين الشباب في جمعيات الاتحاد ضمن النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي. اكتسبت هذه الدورة أهمية كبيرة بالنسبة للاتحاد البرلماني الدولي، حيث يعني المجموعة العربية أثبتت موجودية في دورتين متتاليتين للاتحاد البرلماني العربي في سان بطرسبرغ وفي جنيف، بحيث استطاعت المجموعة العربية من إدراج بند طارئ على جدول أعمال المؤتمر يتعلق بتداعيات القرار الأمريكي فيما يتعلق بموضوع القدس الشريف وأهميته، ووجدت تعاطف من دول كثيرة من مختلف القارات سواء الأفريقية أو الأوروبا، حتى قسم من الأوروبيين كأيد مشروع هذا القرار، علما بأن هناك قرارات منافسة. وأثبتت المجموعة البرلمانية العربية تواجدها بطريقة فعالة، وكان هناك تنسيق على مستوى عالي، والوفود كانت بسوية عالية، وكان التنسيق هو عنوان العمل في هذا المؤتمر، والوفد البحريني أثبت موجودية في المشاركة في كافة الفعاليات.